ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي؟ موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب الجيم 2024، بداية من بيج 103 103 الإكسندرية جفرنوريت العجمي إدوكيشنال دايركتوريت، يعني إدارة العجمي التعليمي. listening الاستماع listen and choose the correct answer from A B C or D. Number one, تامر إيه؟ طبعا 8 years old، عمره 8 سنوات. الإجابة الصحيحة عندي طبعا من خلال نص الاستماع، 8 من خلال نص الاستماع. Number two, تامر lives in الأقصر، بيعيش في مدينة الأقصر. سؤال number three, تامر has got space brothers، لديه ثلاثة أخوة، يبقى 3 brothers. الإجابة الصحيحة 3. سؤال number four, تامر likes playing، بيحب الباسكتبول، كرة السلة، من خلال برضو نص الاستماع. بعد كده عندي complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي والمحادثة التالية between summer و A. summer and I are talking about how they go to school، يتحدثان عن كيفية ذهابهم للمدرسة. بالسؤال الأول summer بتقول how do you go to school، يعني كيف تذهبين للمدرسة. طبعا بص على الفاعل، الفاعل عندي you، يحول ال I وأكمل I go to school، وأقول طبعا باي بواسطة المواصلات، باي كار بواسطة الإيه؟ السيارة. هتلاقوا and you went، هتلاقوا I usually go to school by bus، عادة بذهب للمدرسة بواسطة الباص، عادة بذهب طبعا إيه للمدرسة بواسطة الإيه؟ الباص. فطبعا قالت لها سؤال، ردت سمر قالت لها because my school is far away، لأن مدرستي بعيدة جدا. عندي because يبقى why، فعل عن طبعا عندي why do you go to school by bus، لماذا تذهبين إلى المدرسة بواسطة الباص، ليه بتروح المدرسة بواسطة الباص، why do you go to school by bus. فقلت لها because my school is far away، لأن مدرستي بعيدة جدا. آية سألت سؤال، ردت صمت لها it takes 50 minutes، يعني الأمر بيستغرق حوالي 50 دقيقة. يبقى بتسأل عن المدة، يبقى how long، والفعل فيه s takes يبقى does، والات تطلع زي ما هي، وأبدأ أكمل take to go to your school by bus. How long does it take، كم المدة اللي بتأخذها to go to school، للذهاب إلى to your school مدرستك بواسطة الباص. How long does it take to go to your school by bus. طبعا تلاقي it takes 15 minutes 50 دقيقة. Which is better، يعني أيهما أفضل. تلاقي it's better to go to school in the car or on the bus، يعني أيهما أفضل، الذهاب للمدرسة في السيارة أم بالحافلة أو الباص. فطبعا تلاقي going الذهاب by car is better، يعني الذهاب بالسيارة بيكون أفضل. It's faster than the bus، إنها أسرع من الإيه الحافلة أو الباص. فهتقول لها طبعا إيه ذلك صحيح، هتقول لها that's true، ذلك صحيح. بيج 104 104 قطع read the following then answer the question، اقرأ التالي ثم اجب الأسئلة. أحمد loves the nature، أحمد بيحب الطبيعة. He likes walking and watching the trees، طبعا هو بيحب المشي ومشاهدة الأشجار والحيوانات والزهور، وكمان الايه animals الحيوانات flowers الزهور and insects all around him، وكمان بيحب ان هو يشوف الحشرات من حوله. He doesn't like being in the house، هو طبعا لا يحب البقاء في منزله. طيب نشوف ايه اللي بيحبه، but he loves being in the garden، لكن بيحب ان هو يكون في الايه البقاء في الحديقة. His favorite place، مكان المفضل is the park near the his house، يعني المكان المفضل بتاعه بيكون الحديقة بالقرب من منزله. He can see lots of different kinds of birds there، وكمان ان هو بيحب يمكنه ان يرى الكثير من ايه انواع مختلفة من الايه الطيور هناك. But he doesn't send text messages، كمان هو ما بيحبش، يعني بقول لك هو لا يحب أن يرسل رسائل نصية or make video calls وكمان أو مكالمات فيديو، لكنه لا يرسل رسائل نصية أو مكالمات فيديو. كمان إيه he doesn't like playing video games، وما بيحبش يلعب ألعاب فيديو. السؤال الأول بقول لي give
السؤال الأول بيقول لي give a suitable title. suitable title يعني هو المناسب to this passage لهذه القطعة، يعني اعطي عنوان مناسب لهذه القطعة. أحمد and his love، وحبه for nature للطبيعة. وممكن نقول أحمد loves the nature، يعني أحمد بيحب الطبيعة. أحمد and his love for nature، وحبه للطبيعة. number two، what does أحمد use his mobile phone for؟ لماذا يستخدم أحمد هاتفه؟ أو في ماذا بيستخدم أحمد هاتفه؟ الإجابة عندي هتكون هي طبعا هنقوله to. في number two هنقول to takes، بيستخدم الهاتف بتاعه to takes. ونكمل بقى من القطعة من أول هنا كده، يبقى to takes lots of photos، كمان التقاط الكثير من الصور of flowers، والزهور، وكمان الإيه الطيور. بيستخدم الهاتف بتاعه لالتقاط الكثير من الصور بتاعته، وصور وكمان ايه الزهور والطيور. دي نمبر 2. السؤال نمبر 3، why do you think احمد doesn't like playing video games؟ بيقول لي طبعا لماذا تعتقد ان احمد لا يحب العاب الفيديو؟ ليه؟ because he doesn't like being in the house، ما بيحبش ان هو، ليه بقى؟ لأنه he doesn't like being in the house، لما بيحبش إن هو يكون في المنزل. طبعا الإجابة في السطر الثاني، أو because he doesn't like being in the house، لأنه ما بيحبش إن هو يكون البقاء أو يبقى في المنزل. بعد كده السؤال نمبر بي، choose the correct answer from A B C or D. أحمد doesn't send طبعا text messages، لا يحب طبعا إن هو يرسل رسائل نصية. Number two، the underline word، كلمة تحتها خط there to share referred to إلى park، الحديقة. سؤال number six is a verb doesn't like، اللي هو فعل لا يحب، ده has the same meaning، لديه نفس المعنى as hates بمعنى يكره، enjoys يستمتع، love يحب، prefers بمعنى يفضل. Choose the correct answer from A, B, C, or D. My space is my mother's or father's brother. يعني أخو مامتي وأخو والدي بيكون طبعا الأنكل، العم أو الخال. Number two، space is a hole، فتحة أو ثقب. In the mountain، في الجبل، بيكون عبارة عن الكهف اللي هو عندي cave. So number three، space work is work، يعني عمل بيكون عمل you do، أنت بتعمله for no money، بدون نقود أو طبعا يعني بدون مال. الإجابة الصحيحة عندي voluntary work، العمل التطوعي. السؤال نمبر 4، ماري هاز ا كار، لديها سيارة. طبعا عايزين نقول لونها، يبقى its color is red، يبقى its على طول دي صفة ملكية تعود على غير العاقل، يبقى its color is red، لونها اللي هو عند صفة الملكية من it، يبقى its على طول، يبقى its color لونها is red. الإجابة الصحيحة عندي its. بيج 105، 105 بيقول لي نمبر 5، my daughter's بناتي always to space to pop music، موسيقى شعبية أو موسيقى البوب. listen طبعا بمعنى يستمع، دول إنه مجمع طول الفاعل، وظرف ظرف التكرار، فعل في المصدر لأن ده مضارع بسيط، دي كلمة من كلمات الدالة على المضارع present simple، مضارع بسيط، الفاعل جمع، ظرف التكرار فعل في المصدر على طول. Number two، athletes لاعبين القوة أو الرياضيين. work hard بيعملون بجد. two balance ليوزنوا بين their studies، هم الرياضيين بيعملون بجد من أجل طبعا دراستهم، وكمان ال work and والعمل in and their families، وكمان عائلتهم بيعملوا توازن بين الدراسة بتاعتهم وبين إيه طبعا عيلتهم، يبقى هنا balance. research معناها بحث، volunteer متطوع، و practice معناها يتدرب او طبعا ايه او يمارس. بعد كده عندي اللهم صل على سيدنا محمد، عندي number 7، don't space photos to people you don't know، للناس اللي انت ما تعرفهمش، لاشخاص الصور، يبقى لا ترسل طبعا، ده طبعا امر منفي، يبقى عندي don't زائد الايه المصدر. لما بندي تعليمات بنستخدم don't زائد المصدر على طول، ما تعملش كذا، يبقى don't send، don't play، don't send photos، لا ترسل صور to people، للناس you don't know، ما تعرفهمش، او اشخاص ما تعرفهمش. so number 8، the girls brothers are space tennis. number 8، the girls brothers يعني اخوة الفتاة، البنت اخوة الفتاة،
اخوة البنت يعني are طبعا عايز الفعل مضاف له ing المضارع مستمر. يبقى عندي playing بيلعبوا تنس، يبقى هنا the girls brothers are playing tennis. عندي هنا verb to be يبقى plus I الفعل مضاف له ing مضارع مستمر. Number 9 I usually ده مضارع بسيط الفاعل الجمع محتاج الفعل في المصدر يبقى do my homework after school بعد المدرسة. السؤال number 10 it's important محتاج تقول المصدر safe online ان انت تكون آمن عبر الانترنت، يبقى تقول المصدر عندي to stay ان انت تبقى آمنا عبر الانترنت. sit طبعا معناها sit معناها يجلس، و stand يقف، و sleep ينام. بعد كده number 5 read and correct the underlined words وصحح الكلمات تحت خط my mother. طبعا الفاعل هنا منفرد والكلام في الماضي يبقى went على التصريف الثاني من go went، يبقى my mother went to Paris last year. كلمة دالة على الماضي البسيط يبقى العام الماضي. Number 2 is there some milk in the fridge؟ طبعا ده مش سؤال يبقى نطلع there الأول، يبقى there is some milk. طبعا there is معنى يوجد للمنفرد، بعض اللبن in the fridge في الثلاجة. Number 3 look من الكلمات الدالة من الكي ووردز الدالة على المضارع المستمر، الفاعل am is are الفاعل مضاف له ing، she watches a new film فيلم جديد on TV. طبعا هي مفرد يبقى الفاعل am عندي she وهي وات، ده طبعا بيجي مع is، يبقى she is watching TV او she watching a new film on TV. يبقى she طبعا بتيجي مع is، she is زائد الفعل مضاف له ing اللي هي من watches يبقى watching a new film on TV في التلفاز. الفعل المفرد دايما على طول مع is، اما I بتيجي مع ال am، she واللي هي it مع is زائد الفعل مضاف له ing، وال you والwe والزي مع are زائد الفعل طبعا verb plus ing. let's بيجي بعد منها الفعل في المصدر بمعنى هاي، دي اقتراح، يبقى let's المصدر من هذه يبقى have. let's have some juice هي نتناول بعض العصير، let's plus الفعل في المصدر. بعد كده باراجراف يقول لي write a paragraph of 80 words on how to stay safe online، كيف تبقى آمنا عبر الإنترنت. هنقول عندي هنا using استخدام تكنولوجي، استخدام التكنولوجيا مفيد جدا في حياتنا as very useful in our life في حياتنا. كمان برضو هنقول من المهم ان انت تظل امنا عبر الانترنت، من المهم بقيت على طول at ادي is important المهم to المصدر يبقى to stay انت تبقى safe امن online عبر الانترنت. كمان هنقول ان هناك العديد من النصائح التي عليك اتباعها لتكون امنا عبر الانترنت. والكلام ده ازاي؟ هنقول there are يوجد له الكم، there are يوجد للجم، there are many كثير من tips كثير من الايه النصائح او كثير من tips معناها طبعا النصائح you انت طبعا يجب عليك ان انت تتبعها should follow to be لكي تكون safe امنا عبر الانترنت. النصائح اللي احنا نتبعها اللي هي نحافظ على كلمة السر مثلا يبقى keep your password اللي هي كلمة السر secret يعني سرية، نحافظ على كلمة المرور ايه سرية خاصة بي. كمان برضو مش لا نكون صداقات مع ناس لان ما نعرفهمش، يبقى هنقول don't برضو don't make لا تكون friends أصدقاء with people يعني مع ناس with people مع ناس you أنت don't know ما تعرفهمش online كامل online عبر الإنترنت.
هنقول برضو ان انت ما تقولش برضو معلوماتك الشخصية. I don't tell people. يبقى من اللي هنخبر الناس او الاشخاص your personal information، معلوماتك الشخصية. كمان برضو حاجة تانية برضو ممكن نقول your مثلا your phone number، او مثلا يعني تليفونك، or your phone number او رقم هاتفك. كمان برضو ممكن نقول or او عنوانك your address، your address. برضو ما نرسلش الصور لحد، يبقى don't برضو don't send photos، ترسل صور to people لناس you don't know، you don't know لا تعرفه. ممكن نضيف حاجات كتير برضو tell يعني أخبر، a parent يعني أحد الوالدين، or أو مثلا teacher أو المعلم بتاعك. لو إيه بقى؟ if you لو you are worried، لو أنت قلق about شيء عن شيء، يعني about يعني عن something عن شيء ما. برضو ان انت ما تردش على مكالمات طبعا عادية مكالمات، ولما ان انت ما تقدرش طبعا ترد على مكالمات هاتفية او مكالمات فيديو، يبقى نقول برضو don't، don't لا تجيب، don't answer لا تجيب، a phone call، a phone call مكالمة هاتفية، or a video call أو مكالمة فيديو، from من someone من شخص ما أو من حد، يعني من شخص you don't know متعرفوش، you don't know لا تعرفه. ممكن نضيف حاجة كمان، هنقول in the end في النهاية فاصلة كده، you أنت must be يجب إن أنت تكون very careful حريص، لما أو عندما اللي هي when، when you لما أنت تستخدم use modern اللي هي التكنولوجيا الحديثة، use modern technology، technology. ويمكن أكون وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عذرا على الإطالة.